وللحديث عن تفاقم أزمة المياه والجفاف في العراق وحركة الهجرة الجارية في العديد من محافظات العراق، معنا من ستوكهولم عبر سكايب الأكاديمي والمتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. أهلا بك معنا دكتور نظير. أهلا وسهلا أخي. أهلا بك دكتور نظير. يعني أزمة جفاف تتفاقم يوما بعد يوم في ذي قار والأهوار وعموم محافظات العراق، بداية ما خطورة المرحلة التي يعيشها العراق حاليا؟ في الحقيقة العراق يعيش في حالة حرجة جدا من ناحية شحة المياه، وكل تقارير المنظمات الدولية من قبل سنين إضافة إلى التقارير والبحوث اللي إحنا أجريناها نحذر من هذه المسألة. وآخر تقرير طلع قبل كم شهر من إحدى المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي أيضا، يقول 11 دولة من دول العالم من ضمنها العراق ستعاني بشكل شديد من المياه، من شحة المياه خلال 10 سنين القادمة إذا بقى الوضع كما هو عليه الآن. ويعتقدون أنه 7 ملايين نسمة ستعاني من شحة شديدة للمياه بحدود هذا التاريخ. فلذلك هذه المسألة خطيرة جدا، والظاهر أنه القيادات السياسية ما عندها علم كافي عن خطورة هذه المشكلة الكبيرة الحرجة التي تواجه الوطن مع الأسف. فلذلك تحتاج إلى تفهم كبير جدا للمشكلة ومعالجة وحلول جذرية لهذه المشكلة. دكتور نظير، يعني إلى أي مدى يساهم لربما عدم تعاون أو تعنت إيران في التعاطي مع هذا الملف في تفاقم أزمة المياه في العراق؟ طبعا إيران بالحقيقة حولت مثلا مياه الكارون وديالة وغيرها والكرخة والوديان الجانبية، يعني تأثيرها كبير جدا. والسيد وزير الموارد المائية تكلم عن هذا الموضوع في عدد من المرات، لكن هذا ما يكفي. المفروض هناك وقفة من مجلس الوزراء والبرلمان وكل القوى السياسية تجاه هذه المسألة، يعني مثل ما صار في مصر مثلا مسألة سد النهضة، والسودان نفس الشيء. هذه شغلة تخص مستقبل البلد، ما تخص شخص واحد أو وزارة معينة. مستقبل البلد يعتمد على هذا الأمر. فلذلك يجب أن تقف كافة الكتل السياسية والحكومة مع البرلمان في هذه المسألة لتفاوض إيران وتحاججها على حصص العراق المائية. يعني إيران حاليا هي تفاوض أفغانستان على المياه المشتركة بينها وبين أفغانستان، ليش طيب تحرم العراق من المياه؟ يعني شيء غير منطقي مع الأسف. هل ترى أن الوقت لم يفت بعد للتفاوض مع إيران في هذه المسألة دكتور؟ نعم، احنا العراق في ده ورقة كبيرة جدا، هي الورقة الاقتصادية والأمنية. إيران يهمها أمنها واقتصادها، يعني اقتصاد إيران حاليا يعتمد على العراق نتيجة العقوبات المفروضة عليها، ولولا العراق لانهار اقتصاد إيران. فالحكومة العراقية عندها ورقة قوية اللي هي الاقتصاد الإيراني، وكذلك الأمن الإيراني أيضا مهم جدا بالنسبة إلى إيران. ولكن هل ترى أن هذه الحكومة قادرة على استخدام هذه الورقة بالفعل؟ هذه الحكومة في الوقت الحاضر ما أعتقد قادرة على أي شيء، لأنه تعرف هاي حكومة تصريف أعمال حاليا. فننتظر الحكومة الجديدة إن شاء الله تكون أكثر فعالية في هذا المجال. لكن المفروض يفترض منطقيا أنه هذه الحكومة تبدأ بشيء ما تهيئ له، لأن مثل ما أعيد وأكرر هذا مستقبل البلد كله. شيء يعني لا حياة بدون مياه، فهذه مسألة تخص أمن البلد والمواطنين. دكتور، يعني في ظل هذا التعنت الإيراني كما ذكرنا، هل يمكن أن تحل الاتفاقيات مع تركيا جزءا من هذه الأزمة؟ ممكن جدا أيضا، يعني وزارة الموارد المائية حاليا تحاول مع تركيا، والسيد الوزير حسب ما خبرني إلي شخصيا أنه أكو تجاوب إيجابي
بس ايش قد هذا التجاوب ما اعرف، لكن هذا ايضا ما يحل المسألة. المسألة تحتاج ايضا الى اجراءات داخلية، يعني الاستراتيجية إدارة الموارد المائية الحالية هي خاطئة أو نتائجها سلبية جدا، فلذلك يجب أن يعاد النظر في استراتيجية إدارة المياه بشكل جذري جدا. وهذا أنا يعني صار سنين أتكلم حول هذا الموضوع وأنشر بحوث طيب نعم بهذا سريعا دكتور، يعني لو تحدثنا هنا عن ما الذي يجب فعله، ما هو الصحيح، ما هي الاستراتيجية الصحيحة الذي يجب أو التي يجب على الحكومة اتباعها؟ أولا يجب أن تأخذ الاستراتيجية بنظر الاعتبار الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية أولا. ثانيا نظام الري يجب أن يتغير بشكل جذري كامل، لأنه الري الحالي فوائده المائية بحدود 70%، فطرق الري يجب أن تتغير بشكل كبير جدا. ثانيا نوعية المياه يجب أن يعني يلتفت لها. ثالثا يجب أن نعتمد على المصادر غير التقليدية، والمقصود بالمصادر غير التقليدية هي تنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية، وكذلك مشاريع الحصاد المائي اللي من الممكن أن توفر لنا ملايين الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للأغراض المختلفة. هذه بصورة عامة يعني وبشكل نعم، سريع هذه جدا. الحلول التي تقترحها دكتور هل تراها يعني واقعية في ظل أزمة المياه التي يشهدها العراق، وفي ظل أيضا يعني الموارد المالية التي تدخل لوزارة يعني المياه؟ طبعا أنا لا يعني لا يمكن أن أتكلم عن شيء غير واقعي وغير ممكن، وهذه الأشياء اللي تكلمت عنها يعني أنا لي بحوث منشورة في مجلات عالمية ومؤتمرات عالمية متخصصة حول هذا الموضوع، وفيها تفاصيل دقيقة عن هذه المسألة. فإحنا ما نطرح شيء لا يمكن تنفيذه إطلاقا. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي والمتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا أخي، وسهلا.